أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المئين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المئين. فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. الحمد لله، يا رب لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا، ولك الحمد بما هديتنا وعلمتنا، ولك الحمد بما أنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والولد والمعافاة، نصرتنا من قلة، رفعتنا من ذلة، علمتنا من جهالة، خلصتنا من ضلالة، أكرمتنا بالنور والهدى والإيمان، كرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان، سقيتنا من ظمأ، أطعمتنا من جوع، كسوتنا من عري، هديتنا من عمي، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على أن وفقتنا للحمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها من النزغات، ونعلو بها إلى أعلى الدرجات. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، أفني بها عمري، أدخل بها قبري، ألقى بها ربي، يغفر بها ذنبي، وأشهد أن القائد والقدوة محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الغمة، جاهد في الله حق الجهاد، عبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك،
وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا كتاب الله وسنته بأبي وأمي وروحي ومالي وولدي هو عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أما بعد يا عباد الله، ضياع أمتنا من فريقين وبسبب فريقين، فريق غاص في الماديات وصار عنده تجفاف روحي، فصار أرضيا بحتا لا رباط معه بالسماء، لا علاقة به برب السماء، فهو يتحرك في فلك المادة، ثقيل بثقلة طينة الأرض، ركون وسكون إلى كل ما فيه مادة وفناء. وفريق نهى بنفسه عن المادة ودخل في روحانية مجردة، روح بلا مادة، عطل أسباب العمران ولغى من برنامج حياته أسباب خلافة الله في أرضه، فأقصى نفسه عن حركة الحياة ودخل في تهويلاته وتهويماته، وما أسماه زهدا أو انقطاعا أو رهبانية أو تجردا، وصار يدور في فلك طقوس معينة يعتقد بأنه يرضي بها الله، لا وجود له في قلب الحدث، وهو دائما على هامش حركة الحياة بكل أحداثها ومتغيراتها وأزماتها وما يجري فيها. فريقان، مادة بلا روح وروح بلا مادة، وكلاهما يا سادتي جنى على هذه الأمة وما زال يجني. الفريق الأول تعلقه بالمادة، تعلقه بطينة الأرض، تعلقه بأسبابها، بعمرانها، بمكتشفاتها، بمخترعاتها، بتكنولوجيتها، برفاهيتها، جعله يعيش نظام حياة ربما تسميه أي اسم إلا أنه نظام حياة إسلامي أو رباني أو سماوي. نظام حياته على مدار الساعة تراقبه عن كثب تجد نمطا غربيا، نمطا أمريكيا، نمطا أوروبيا، نمطا لا دينية، فهو يتحرك في فلك المادة يجنيها من حلها وحرامها، يجنيها من حلالها وشبهاتها، يصنع منها عمارات ومصانع ومعامل ويركب السيارات، ويصبح هذا هدف بذاته، ف
فإذا أراد أن يرضي ربه جاء على استحياء يصلي يوم الجمعة، أو صلى ركعات، والبعض منهم لا يعرفه المسجد إلا إذا دخله جنازة محمولة على الأكتاف، وحينها ربما تسمع صوت القرآن في داره وفي بيته إعلانا على أن ميتا قد مات هنا. أما القرآن في كل حياته طولا وعرضا كان مغيبا ومضيعا ومنسيا واتخذ ظهريا، وهذا فريق للأسف هو الآن على مفاصل التأثير، هو الآن في مواقع القوة، هو الآن عليه المعول في حركة المجتمعات وفي تقييم البلدان والأوطان. هذا فريق يا سادة تنظر إليه وتراقبه فتراه مادة بلا روح، لا تكاد تراه بمرور الأيام والأعوام يقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لا تكاد في طول سنين حياته الممتدة أن ترى له لحظة يخشع فيها قلب أو تدمع فيها عين أو يقف في محراب تعبد لله وتأله بانكسار وافتقار وتجرد، يعيش في فلك الرفاهية والمتعة واللذة، ويعيش في دوران الجمع والمنع، وتراه مادة بلا روح، مادة بلا روح، وهذا النوع يقسو قلبه وتتعطل أجهزة تفكيره وتتعطل مكونات شعوره، فلا تراه يشعر بآلام أبناء الأمة من حوله، لا تراه يهتم بجراحنا بهمومنا بمصائبنا، وعنده خسارة صفقة أشد عليه من أن نخسر العراق، وعنده مرور يوم بلا كسب سريع وكبير أشد عليه من أن يقتل الفلسطينيون جميعا، وعنده الحفاظ على ملكه أحب إليه من أن يحافظ على أرض وعرض ووطن وهوية وقضية، وهو راكم موجه. مادة بلا روح، انقطع هؤلاء عن أمتهم، انقطعوا عن آلامها وآمالها وهمومها ومحنها ومصائبها، انقطعوا فما عادوا يروا الجياع وهم المتخمون، وما عادوا يشعروا بالفقراء وهم المترفون، وما عادوا يحسوا أن هناك آهات يتيما وأرملة ومسكينا ومنقطع به السبل لا يجد دواء ولا غذاء ولا كساء ولا رداء، وهم الذين يتقلبون في صنوف النعيم طعاما وشرابا ولباسا ومراكب ومساكن. هؤلاء يعيشون في فلك مادة لا روح فيها، ولو كان فيها روح لظهرت آثار هذا الارتباط بالله، لظهرت الآثار جلية واضحة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. مادة بلا روح، وروح بلا مادة، روح بلا مادة تهويمات، عزلة، انقطاع عن الأمة ولكن بوجه آخر تحت ستار الانشغال بالنفس وعيوبها، أو أداء بعض طقوس تعبدية، أو الانكباب على مجموعة من أوراد وأذكار وجلسات. ماذا يجري على الأمة؟ لا دراية لهؤلاء. ماذا يريد أعداء الأمة؟ لا علم لهم بذلك. ماذا يجري في الإطار من حولهم من نار وعار ودمار وشنار وانكسار واندحار، يسحق الأمة سحقا ويشويها بلهب الاستعمار؟ هذا لا شعور بذلك، وكلما جئت إلى هؤلاء تراهم أشبه ما يكون بسكرى مخدرين في نشوة روحية غرقوا بها مع تعطيل أسباب الاستخلاف في الأرض.
غرقوا بها مع الانقطاع عن أزمات الأمة وعن المخالطة للناس وأخذ دور التوجيه والتربية والإرشاد ودور الصد والممانعة والمواجهة والمجابهة للزحف القادم على الأمة. هؤلاء وهم يغرقون في روحانيتهم أجيالهم تضيع وأبناؤهم تفسد، وهم يغرقون في روحانيتهم بيوتهم خربة بكل ما تعني هذه الكلمة. مادة بلا روح وروح بلا مادة، فريقان يتحركان في ساحة الأمة وهم الأكثرية، وقلة قليلة هم الذين أوجدوا التوازن والموازنة ما بين أن يملكوا أسباب الأرض، أسباب المادة، أسباب الدنيا، أن يملكوا زمامها وأن تكون بأيديهم، وما بين أن تكون القلوب والعقول مرتبطة بالله، تؤدي واجبها، تعمل لآخرتها وهي تبني دنياها، تسعى إلى جنة الآخرة عبر صناعة جنة الدنيا، تطفئ نيران يوم القيامة من خلال إطفاء نيران العار والدمار من حولها في الدنيا. هذا التوازن الدقيق الذي تحتاجه الأمة وتحتاج أن تربي عليه أجيالها حتى تستطيع أن تعالج الأزمة وأن ترد الهجمة، وبغير ذلك لا نجاح. ما بين هذين الفريقين أيها الأحباء انبثقت علل ثلاث تفتك بنا فتكة، تمزقنا تمزيقة، تضيع ديننا ودنيانا وآخرتنا، لا تبقي لنا مكانا ولا مساحة ولا قوامة ولا قيادة ولا سيادة ولا ريادة ولا خيرية. ثلاث علل، ثلاث أمراض انبثقت عن هذين الفريقين وحركة الحياة بينهما الممزعة والممزقة. العلة الأولى ضعف التصور الإيماني لدى الأجيال الجديدة، لدى الأجيال الحاضرة، ضعف التصور الإيماني. وأعني بذلك أن القلب إن كثافة المادة المهيمنة من جانب، ومن الروحانية السلبية الغير شرعية من جانب، صار هناك حالة من الكثافة، من الضباب، من السحاب، من الحجاب على نور القلب وعلى نور العقل، فما عاد القلب يؤدي دوره في الشعور الصحيح، ولا العقل يؤدي دوره في التفكير السليم والسديد، فظهرت أجيال بدأت تنظر للأسباب وتركت المسبب، وبدأت تتوجه أيها الأحبة لتأليه السبب دون النظر إلى أثر المسبب من وراء السبب، وهو الله جل في علاه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا النوع من الناس: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة، الخميصة هي الثياب، المظاهر، الزينة. تعس عبد، أسماها المصطفى عليه الصلاة والسلام عبودية، عبودية للدرهم وللدينار وللأثياب، لمظاهر الحياة عبودية. توجه إليها أصحابها لأنهم صاروا يظنون أن الذي يصنع لهم قيمة ومكانة ومنزلة بين الناس هو هذه الأسباب، الدينار والدرهم والخميصة، فترى هؤلاء متعلقين بهذه الأسباب، مرتبطين بها ارتباط العبد بخالقه، ومن أجلها يذلون، ومن أجلها يخضعون، ومن أجلها يتنازلون، ومن أجلها ينكسرون، ومن أجلها قد يتخلوا عن كل شيء يحفظ كرامتهم أو مكانتهم أو إنسانيتهم. ضعف التصور الإيماني دفع بالناس إلى تأليه الأسباب والغيبة والانقطاع عن المسبب. وهناك علة أخطر
هي فساد، فساد التصور الإيماني. وهذا والعياذ بالله يدخل أصحابه في ردة عن دين، وفي كفر بقيم وأخلاق، وانقطاع كاملا عن الإيمان والقرآن، انقطاع كامل عن الله وعن دين الله سبحانه وتعالى. فساد التصور الإيماني الذي يدفع بعض الناس إلى تأليه الأهواء. أفمن اتخذ إلهه هواه، يدفع بعض الناس إلى عبادة الطواغيت. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، من النور إلى الظلمات. هؤلاء أيها الأحبة حينما فسد تصورهم الإيماني سهل عليهم أن يبيعوا دينهم ويبيعوا أرضهم ويبيعوا وجودهم ويبيعوا أممهم ويبيعوا شعوبهم. فساد التصور الإيماني أعاد لنا من جديد وثنية ولكنها معاصرة. الذين كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، حينما كان ينكر عليهم كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهي وثنية ولكن دافعها إيجابي، نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. أما الوثنية المعاصرة ما نعبدهم إلا ليبعدونا عن الله زلفى. الأوثان الجديدة بوش، بلير، أولمرت، الأوثان الجديدة أمريكا، بريطانيا، فرنسا، تل أبيب، الأوثان الجديدة التي سعى إليها بعض أبناء الأمة. منهم من هو في سدة الحكم، ومنهم من هو في سدة المال والأعمال، ومنهم من هو في سدة الفكر، ومنهم رجال دين، رجال دين معممون، معممون ولحى جميلة مزوقة ومششورة، يهرولون، يهرولون لكي ينفذوا أجندة أمريكية، فرنسية، بريطانية، صهيونية، غربية على أمتهم. يعملون ليل نهار وفق آلهتهم الجديدة، وفق أوثارهم ومعبوداتهم وما تملي عليهم من إرادة يعملون. هذا بموقعه السياسي، وهذا من خلال موقعه الديني، وهذا من خلال موقعه الاقتصادي، وهذا من خلال موقعه الفكري والإعلامي، وهذا وهذا. يعملون ليل نهار لتقويض الأمة من الداخل، يعملون ليل نهار لإلحاق هزيمة نفسية، يعملون ليل نهار كطابور خامس يريد أن يفتت الأمة من الداخل. وحينما أرقب ساحة الأمة من داخلها لا من خارجها أرى أن هناك فريقا واضح يعمل عملا حثيثا ليلا ونهارا من أجل أن، من أجل أن يفتت الأمة، من أجل أن يوجد فيما بينها حالة نزاع أو صراع أو نشر فوضى أو فتنة، من أجل أن يغيبها أو يضللها أو يجهلها. طريق يعمل أرى آثاره وإن لم أراه بوضوح. هو في العتمات خلف الأكمات يدير لعبة قذرة، وإذا ما جئتهم وواجهتهم بالأمر ما بالكم تركتم ربكم وعبدتم أمريكا، ما بالكم تركتم محمدا وعبدتم بوش، اتبعتم بوش. إذا جئت تخاطبهم أعيد المنطق الذي فضحه القرآن، أعيد من جديد. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إنما نحن مصلحون، نريد لدياركم الديمقراطية والحرية والانفتاح والعولمة. معبودات جديدة، وثنية جديدة. فساد التصور الإيماني دفع بفريق رجال مال وأعمال ورجال دين وسياسة ورجال فكر وإعلام وقلم، دفعهم إلى أن يرتموا في أحضان الوثنية الجديدة، يتعبدون لأمريكا وأوروبا، يتعبدون للقوة، يتعبدون للدينار والدولار واليورو. هذه معبودات جديدة. تعس، تعس عبد الدولار، تعس عبد الدينار، تعس عبد اليورو، تعس عبد المناصب، عبد المكاسب، تعس وانتكس.
وإذا شيك فلا انتقش. فساد للتصور الإيماني أخطر من ضعف التصور. الفريق الأول يتعلق بالأسباب ويغيب عن المسبب، لكن لا يصل إلى درجة الخيانة العظمى، لا يصل إلى ويصبح سلبي لا أثر له، يضيع دينه وآخرته لنفسه. أما هؤلاء يضيع دينهم ودين غيرهم ودنياهم ودنياهم وآخرتهم وآخرة غيرهم. والعلة الثالثة من مفرزات هذه الحالة العجيبة التي تعيشها الأمة، العلة الثالثة أيها الأحباء، فساد الأجهزة النفسية والفكرية وعدم قدرتها عن العمل الصحيح. أسألكم بالله، ماذا يمكن أن نقول أمام شخصية تظهر على إحدى الفضائيات تتكلم بمنطق سياسي، ترتب الأوراق وتشرح للأمة التي تراقب وتسمع، تشرح لهم بعد المرحلة القادمة وما يجب أن تكون عليه الشعوب العربية والإسلامية في المرحلة القادمة، فيتكلم عن فلسفة طوفان القوة، يتكلم عن مسألة الشرطي الوحيد لتنظيم المرور في العالم أمريكا، ويتكلم عن وجوبية استسلام الشعوب للموجة القادمة حتى إذا وجد في بعض الحكومات ممانعة. ويقول إذا رأيتم عند بعض الحكومات، ويضرب مثل بسوريا، إذا رأيتم بعض الحكومات كسوريا مثلا، ثم يقول كوبا وفنزويلا، إذا رأيتم ممانعة أمام طوفان القوة الأمريكي القادم فاعلموا أن هذه الممانعة لتحقيق مكاسب لمن هم في السلطة والنظام، وليس هدفها وطن ولا بلد ولا شعب ولا أرض ولا قضية. وبالتالي أيتها الشعوب، كونوا عقلاء، كونوا قطعان من النعاج والدجاج، كونوا مدجنين ومهجنين، وانظروا في مصلحتكم، وتجاوزوا موقف الحكومات الممانعة، وابدأوا بالبحث عن وسائل اتصال مع مركز القوة الذي يرسل طوفان القوة، واستسلموا لإملاءاتهم. هذه فلسفة حوار دام ساعة كاملة يتكلم فيها رجل من عمالقة السياسة في العالم العربي والإسلامي. في الطرف الآخر ماذا يمكن أن أقول حينما أقول فساد الأجهزة الفكرية والنفسية؟ يخدعون من؟ يضحكون على من؟ أم أنهم وجدوا أمامهم حقا مجموعة من الدمى يمكن أن تتحرك بريموت كنترول، ويمكن أن تشكل لها تشكيلتها الفكرية والشعورية من خلال هؤلاء؟ هذا في موقع السياسة. فماذا تقولون في رجل في موقع ديني تقبل أيديه من الكبار والصغار، وحوله في مجالسه آلاف لا عد لها، واسمه يطن ويرن، وإذا ما قام بجولة في أي بقعة رأيت هناك حشودا وآلافا بل ملايين مملينة في بعض الأوقات؟ ماذا تقولون إذا كان يحاضر الناس وجموع هائلة لا عد لها ولا حد؟ وعن ماذا يحدثهم وبماذا يشغلهم في الوقت الذي يقتل فيه إخواننا في فلسطين؟ على كنا بالسماع، الآن الكاميرا تصور وهم يقتلوننا، يقتلوننا ببث مباشر. مشهد مر علي البارحة جعلني أعيش حالة من قلق وتمزق داخلي، وإلى هذه اللحظة لا أجد توازني الداخلي، حينما أرى مصورا لقناة الأقصى يقتل على مرأى ومسمع من شاشات فضائيات العالم والجزيرة مباشر تبث. أوصل بنا الحال إلى هذا المستوى من الغفلة والبلادة والسلبية؟ أبلغ بنا هذا الأمر إلى درجة نقبل فيه موتنا بيد إخوان القردة والخنازير دون أن تثور شائرة الأمة ودون أن أسمع براكين وزلازل غضبها؟ مر المشهد، انتهى مشهد القتل لنا، وبكل بساطة مواطننا العربي والمسلم يقلب على فضائية غناء. وهذه مثل هذه، وأدمنا قتلنا وألفنا موتنا، وصار عندنا بلادة ما بعدها بلادة. ماذا يجري يا ناس؟ ماذا يحدث؟ ما عدنا
ما عدت أريد الكثير من هذه الأمة، فقط أريد أن تحافظوا على غضبة لله في داخلكم، على كرامة ذاتية فقط. هالمرحلة هذه ما عدنا شيء، بس اغضب اغضب. من استغضب فلم يغضب فهو حمار. اغضب 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 واخرج من قائمة الجبناء والعملاء والدخلاء، فهؤلاء بدأوا يكثرون ويتزايدون. اغضب اغضب، اضحك لو الاطلاق بصدرك، اضحك لكن اوعك اوعك غاصب غاصب يلمح دمعك. اغضب وابقى مبتسما وانت مؤمن ان الجولة الاخيرة لك، وانت مؤمن انه اذا عجز جيلك هذا عن ان يحقق انتقامه وثأره، فاذا ابدأ باعداد جيل جديد ولو استمر الامر بنا 30 سنة، ولكن فلنبدأ كما بدأ صلاح الدين، فلنبدأ كما بدأ قطز، فلنبدأ فلنبدأ. فالامة كلها مستباحة ارضا وعرضا ووجودا وكرامة. اغضب. ماذا تقول يا سيدي وانا ارى هذا الشيخ الكبير يحدث الناس؟ عن ماذا يحدثهم والموت الزؤام يحصدنا والعار في طوفانه يغمرنا؟ عن ماذا يحدث الناس؟ يحدث الناس عن وساطة قام بها بين ديك ودجاجاته، وهي احدى كراماته المميزة. يحدث الناس عن امه التي ماتت ولم يحضر جنازتها بسبب سفره، فلما جاء الى القبر خرجت من قبرها وجلست معه ساعة ثم عادت ودخلت في القبر. عن ماذا يحدث الناس ايها السادة؟ عن ماذا يحدث الناس؟ يحدث الناس عن خرافة وجهالة باسم الكرامات والمقامات. يحدث الناس عن وحي يأتيه. يحدث الناس عن نبوة لم تنقطع ولكن بشكل إشاري. والمشكلة ليس في هذا الدجال وأمثاله، إنما المشكلة أيها السادة في من يسمع له وهم ألوف. تعطلت الأجهزة الفكرية والنفسية لدى الناس، تعطلت يا سادة، وبدأنا نصدق كل داعي ومهرف ومخرف. وأقول ختاما، إننا بحاجة لكي نبقى فقط أحياء أعزة في المرحلة القادمة، ولكي نبقى على صهوات جيادنا، جياد العزة والممانعة والرفض، وهذا قدركم يا أبناء الشام. يعني فلسفة النعام لا تجدي معنا نحن أبناء الشام، ممكن تجدي مع مناطق أخرى أن تدس رأسك في الرمل، مع أن النعام بريء من هذا، مظلوم، النعام لا يدس رأسه في الرمل أبدا. ومع ذلك أيها الأحبة، سياسة اللامبالاة وسياسة أنني لا أرى ولا أسمع لا تجدي معنا، لأن قدرنا نحن أبناء الشام أن نكون حملة اللواء الأخير، ونحن جدار المواجهة النهائي، وبأيدينا سيتحقق النصر الكوني بإذن الله. أتنظرون إلى كل هذه الأسباب المحيطة بنا؟ ستكتشفون أنها وهم. حينما تظهر مخبوآت قدر الله، وحينما يكشف المولى ما أعدت يده في الخفاء، وحينما يفاجأ العالم بجند لله يعدها بأيديهم في أرض الشام. الشام تعد يا سادة، الشام تعد من رأس هرمها إلى أوسع قاعدتها، من رئيسها إلى مرؤوسها، الشام تعد وبترتيب إلهي. وقدرنا نحن، قدرنا نحن أن نبقى في حلبة الصراع، وأن نبقى نحن الملاكم الأخير، وأن نبقى نحن حملة الراية التي لن تتهاوى أبدا. قد يطول الزمن أو يقصر، قد تعظم الضريبة أو تقل، قد تكبر الآلام أو تصغر، ولكننا نحن لا غيرنا، نحن من سيحقق الله على أيديهم بوعده ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم، على أيديهم دمار المشروع الأمريكي والصهيوني واليهودي في المنطقة، وتحرير الأرض العربية والإسلامية، وانطلاقة جديدة لعزتنا وكرامتنا. فإذا قضية أنني لا أرى ولا أسمع لا تجديك، فإذا قم يا أخي، قم قم وأدي الذي عليك، قم ولو أن تعود في ارتباطك الشعوري، قم ولو أن تبدأ بعملية استشعار بأنك على ثغر وأن لك دور. قم يا أخي.
قم. فوالله لك دور رجلا او امرأة، صغيرا او كبيرا، والله لك دور طائعا كنت ام عاصيا، والله لك دور، وهناك وسام الشرف، شرف الشام المباركة على صدرك وجبينك. قم وانهض يا اخي، انفض عنك غبار الزمن، غبار الذل والوهن. قم يا اخي، قم وارنا سهامتك وقامتك التي تطاول الجبال شموخا، والتي تطاول السماء علوا، والتي تطاول الجوزاء ارتفاعا. قم يا اخي، قم يا اخي، ورغم كل ما يجري ابق مبتسما، ولا تري عدوك منك كآبة، ولا تري عدوك منك يأسا ولا قنوطا. قم يا اخي، نقي صفوفك، اطرد الدخلاء والجبناء والعملاء. قم وبصوتك الصادح بالحق غطي على الاصوات النشاز. قم وبوعيك الايماني النوراني اكشف زيف الخرافة والدجل والبهتان والنفاق. قم يا اخي، قم بقلمك، قم برأيك، قم بقولك، قم بإعداد أبنائك وأسرتك. قم فأمامك أرض ووطن وقضية وهوية ودين ووجود وكرامة أنت مسؤول عنها، لا عن حياتك وأنانيتك. قم يا أخي، فإذا ما بدأت تتململ، والله ثم والله ثم والله، وأنت تتململ في الأرض، سيتحرك عرش الرحمن تهيئة لنصرتك، وستتجلجل أبواب السماء إذانا بفتح أبوابها لمددك ولدعمك ولتأييدك. فأري من نفسك خيرا، وسجل في تاريخك صفحة عز، وكن إيجابيا، واخرج من سلبية المادة بلا روح والروح بلا مادة، وانزل ميدان الحدث بهذا تنجو وتنجي. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، قائد الغر المحجلين والأبطال الميامين. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرا نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعيا نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان، فإنه جل في عليائه يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارضى يا ربنا عن كل الصحابة والأزواج والقرابة وعن التابعين وتابعيهم بإحسان وعنا معهم يا رب. آمين آمين آمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام ولا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا لا نهلك، وأنت رجاؤنا وثقتنا وأملنا يا الله. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا وبالمسلمين فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اجعلنا تحت راية رضاك إخوانا متحابين يا رب السماوات والأراضين.
اللهم يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا غافر كل خطية، يا صارف كل بلية، كيف ننفضح وأنت الستار؟ كيف ننكسر وأنت الجبار؟ كيف نفتقر وأنت الغني؟ كيف نذل وأنت النصير؟ يا دائما لا فناء ولا زوال لملكه، تداركنا بلطفك فإنا ضعفاء وأنت القوي، وإنا فقراء وأنت الغني، وإنا مغلوبون وأنت النصير، وإنا عاجزون وأنت على كل شيء قدير. نشهد أن كل معبود ما دون عرشك إلى قرار الأراضين باطل غير وجهك الكريم. قد ترى ما حل بنا فأغثنا يا الله، قد ترى ما نزل بنا فأغثنا يا رباه، أغثنا يا مولانا، لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد سواك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا سامع الأصوات، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا مبدل السيئات حسنات، يا رب الأراضين والسماوات، ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، انصرنا على القوم المعتدين. اللهم ارزقنا في أوطاننا الأمن والأمان، اللهم ارزقنا في بلداننا الوحدة والاستقرار، اللهم رد عن بلدنا غائلة الغدر والمكر والكيد يا الله. اللهم احفظ بلدنا، احفظ قيادتها، احفظ شعبها، احفظ ابنائها، احفظ اجيالها، احفظ خيراتها، احفظ سيادتها، احفظ استقلالها يا الله، واجعلها ارضا تنبت فيها الرجال وتزرع فيها الابطال، حتى يرفعوا الرايه ويحققوا الغايه ويردوا كيد المعتدين. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات وآلهم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ندعوكم غدا لحضور المحاضرة بعد صلاة المغرب في قاعة جامع الإيمان، وهي بعنوان كيف نربي أبناءنا في الزمن العصيب، حيرة الآباء والأمهات، نبني وغيرنا يهدم، نؤسس وغيرنا يخرب، فماذا نفعل؟ منهج تربوي كامل، كيف نربي أبناءنا في هذا الزمن العصيب؟ محاضرة غدا بعد صلاة المغرب في قاعة هذا المسجد المبارك. أقم الصلاة.